سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده بنت حلال ومستاهلش. ليه جبتيني المرجحة؟ ليه طلعتيني لسابع سما؟ نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ كل حاجة راحت، كل حاجة راحت، كل حاجة راحت. حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت. نعم يا كبداكي، عاوز تقابلني ليه؟ جرى ايه يا كوري؟ هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايز اشوفك ولا عايز اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده؟ فاكرة كوري أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة، كنت لسه جاي بطن البقر، كان يوميها في عيال صيع بيعكسوني، اتخانقت معاهم وضربتهم أما قطعتهم ووصلتني لحد البيت، مع إني قلت لك سيبهم وأنا أقطعهم بسناني، بس أنت قمت بالواجب. كانت أول مرة أحس إن ليا ظهر من بعد أبويا الله يرحمه. بس أنا كلتهم على بنت حرام، إيه مع عصب يا بنت؟ عصب. عارفة يا أخويا. هو أنا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك وأتوبيسات ومكن، بس ليه راجعة في الآخر؟ لازم يا كوريا آخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي أهي، بس خلاص. قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره بالدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها، وشفت نسوان حلوه كوري، نسوان تحل من على حبل المشنقه. عرفت ساعتها ان النظره في عينك نعمه من عند ربنا. ورب العزه يا كوري، انا كل كلمه قلتها لك دلوقتي خارجه من قلبي، ما عدتش على ولا حاجه. بحبك قوي يا كوري بجد. والنبي يا احلف، احلف والنبي. خلاص، والمصحف خلاص، انا جاي لك برجلي وبقول لك عايز اركن عندك. طلعي لي بقى بطاقه واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا ما لا تمام، احنا شربنا اصله، شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو محشينا يا كوريا، شايفتك معجب بالمصنع. كويس، حلو. أنا كمان بفكر إن أنا وإنتي نتشارك فيه، إيه رأيك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رسالة بس أشوفها. اتفضل. يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. إيه حلو كتير. لا يا فندم، ده إحنا عندنا كمان عمالة مدربة على أعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثة يا فندم. وإن شاء الله مصنع قريب بإذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ إحنا بنستورده من ألمانيا يا فندم. وده أحسن مكان بيجيب منه مكن. بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟
ها دردش معاك بس شوية. خليكم بقول لك ايه؟ بصي دينا، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجه ده مش احدث حاجه ولا حاجه. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مربوط، حاسس ان في حاجه. بس كيف؟ هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي انا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. ها تعالي تفضل. احنا راح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك، لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هاي. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على ربيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر يا شيخ جاسم. العفو، مع السلامه. يا سوق انت فين؟ طب يا جزان حد عليك دلوقتي؟ فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني وانت خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو ايه؟ مروان خطفها؟ كده تلف على خلقة ربنا. الله يسامحك. انطقي يا بت، انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. ده وقت التحريات علاء بيه، مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي،
واكل مال البلد، مش بعيد يتاوب كوريا ويقتلها عشان خاطر أبيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا هتموت من ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايه ده كباك؟ انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني، انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايد. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواب. الو، انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين؟ الله يخرب بيت امك. يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك يا نجوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه، لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانيه لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي؟ ولا خلي كبدك يخلي وشك زي وكلت البلح. ما تنجزي يا بنت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقة في 6 أكتوبر، بقاله كتير مش بيروحها. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعه. طب والله العظيم يا استاذه، انا ما اعرف اي حاجه عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس خبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين انا محامي مش سكرتيره مروان بيه. انت بتقول ايه يا استاذ ماجد؟ انت اكتر واحد يعرف كل حاجه عن مروان. انا كنت مراته وبقول لك انت كنت تعرف عنه حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكايه مش ناقصه على عيبك دي. ما يصحش كده يا استاذ ابو طالب. يا ماجد بيه، انا ضابط مباحث ودكتور نادر استاذ في القانون. لو انت تسترت على مروان وحصل لكوريا حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. لا انا كده بقى لازم امشي، انا مش هسمح بالاتهامات وان الكلام يوصل للمستوى ده ابدا. لا ده انت كده بقى يبقى ناويتها النهارده. طلع تليفونك. لا انا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صورة كوريا بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا، راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر دبي، عشان خاطر دبي كوريا هتموت من دينا. قول لنا مكانه فين ولبسه صالح باي حاجه. ما انا ما اقدرش اقول لكم على اي حاجه، انا ليا نص مليون جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على اي حاجه مش هشوفها. انا هدي لك شيك بنص مليون جنيه، تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب، بتدينا العنوان غلط. اما تويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، احنا نطب على الست هايدي هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان، انت اللي جابك؟ انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي، انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسفه؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟
ده انت دمرت لنا حياتها كلها وليك وش تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. خدمي 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 واحنا اللي خلفناهم. اصل انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانية بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا نجدعوا بيهم خالص، فضل خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها، وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر وهروح انا اقعد عنده، لان وانا وهو سكتنا واحده، وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالما خدي خدي اخواتك دول واتكلي على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعبت تطلع. يلا بسرعه من هنا. تعالي يا عمي. باي باي يا عمي، ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت يا تعالى بنت. بقول لك ايه، ما تضيعش وقت، كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم كداب كان جاي عشان اي حوار. اسمع اللي بقول لك، كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت مراقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى. بس اتكلمي عليا، لو اتكلمتي انا بقصد لك وشي، خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش، أنا آسف. وليه دي بقى كده؟ هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت أنت إيه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني. منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحزن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، أنا هاخد كوريا وهناخد بيها. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بت. Ah!
عصام سوكي اسمه أبني ماشي عشان أنا أحب حافظ الشهادة ولا تقول ورا انت كويسة؟ يلا يلا حبيبت يلا ايه ده؟ كوريا قومي يا بنت قومي سيبني اسكتي خليها تمشي خليها تمشي ماشي الف سلام عليك يا كوريا وانت مالك يا صاحبي ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك خلاص خلاص مالك يا حبيب قلبي مالك يا كوريا خلاص خلاص مفيش حاجه خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا انت طمنا عليك بس ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا الحمد لله على السلامه كويسه الحمد لله على السلامه مروان مروان اجوان اجوان شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح روح روح هاتي لي دكتور بسرعه انت ايه ليه كل الكلام ده انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا لسه بتعورني انت فاكر نفسك ايه يا مروان ها انا مش هسيب لك الاسعاف هسيبك تموت قطعه قطعه عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس هاتي لي الدكتور بسرعه مش هجيب لك دكتور يلا انت بتاعي انا يا مروان ومحدش هيقتلك غيري انت فاهمني محدش هيقتلك غيري نبنا صعبه من عليا ليال دول امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام ما بقالهمش حد الا ربنا وانتو بس انا مبسوطه ببابا قوي زي ما يكون لقى روحه فيهم بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم طيب اقوم انا بقى لم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحار وانا هعدي عليكي بكره بدري نبصي على المحل اللي انت قافلاه نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه لازم نبتدي نشتغل ونبنا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على دايره المليل انت جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته انا عايزه ارجع الحاره عشانك وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني ماشي يا جول السلام عليكم ازيك يا كوريا ازيك يا دكتور اهلا يا نادر ازيك يا هايدي الحمد لله ابو طالب بيه ازاي حضرتك اهلا اهلا ليك وحشه والنبي يا دكتور دكتور تاني يا هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا يا اخويا فكك مني بقى مش الفيلم خلص خلاص لا لسه ما خلص يعني يعني هايدي هانم تحب الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب ولا تحبي تصرفيهم كاش ولو اني اشك ان انا مبلغ كبير شويه فلوس ايه انا مش فاهمه حاجه يا نادر فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال25 مليون دولار مالهم تحبوا تاخدوها ازاي ناخدها ازاي يعني ايه اذا كان مروان مات ومالوش ورثه والفلوس دي المفروض تروح للدوله ده لو اليونان اصلا افرجت عنها الكلام ده مش مظبوط يا هايدي لان مروان ليه ورثه ورثه مين مراته مراته مين حضرتك إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر ابو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده وبالتالي انت قدام الحكومه مراته ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل زغرتي يا كوكي الله اكبر والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي الحمد لله ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده اسمعوا بقى الفلوس دي مش بتاعتي انا لوحدي اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه وكوكي هتبقى شريكتي انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع لا لا اهدي شويه دكتور ايه مصنع يعني كبداك اسمعي مني ده كبدكي لعبته المصانع كده اهو
مصانع يعني كبداكي.